درتي حاجه زوينه في حياتي كنحس بها مزيانه، وما شي حد ما كيتساني شي حاجه وما شغل حتى شي واحد فيا. السلام عليكم ورحمة الله متابعيني. خبر اليوم: الراقصة المغربية شاكيرا تعلن توبتها بعد الزلزال، دارت الحجاب واعتزلت الشطح. تابعوا التفاصيل. كتولي فيا الثقافة، كنحس بالأرض كتمشي وكتجي بيا، وكنظن ماشي غير أنا كاع المغاربة كيما بحالي. الراقصة المراكشية اسمها الفني شاكيرا استوحي انطلاقا من فترة دراستها، على اعتبار أنها كانت تقلد المغنية العالمية الكولومبية شاكيرا. سبب اختيارها الفن والرقص يرجع لحبها لهذا المجال منذ صغرها، خاصة أنها كانت مولعة بالرقص الشرقي، مضيفة أنها لم تتخيل يوما أنها ستمارس مهنة ثانية إلى جانب الرقص، الأمر الذي دفع بها إلى أن تحترف. أقسم بالله لم ذاك النهار وأنا كنفكر، قسما بالله لم ذاك النهار وأنا كنفكر زعما باش نلتزم، ولكن أنا كنفكر في حاجة وعندي حاجة أخرى تبعي. وسبق للراقصة المراكشية أن أكدت أن عائلتها لم ترفض فكرة ولوجها على مراقص، موضحة أن أمها ووالدها لم يعترضا، وأضافت أن أجرها اليومي كان يتراوح بين 5000 و10000 درهم في اليوم، ما يساعده على الحفاظ على رشاقتها ومظهرها الخارجي. أنا ما عرفتش الزلزال نسحبني في البلاصة اللي فيها كتريب، هادشي اللي حسيت، حيت ما عمرني عشت الانهيار ديال داك المبنى اللي كنت فيه. ما عمرني عشت الزلزال. الناس كي داروا الشيء اللي أنا اللي ما ماتش بالزلزال غيكون مات بالخلعة ولا بالدفيع ولا واليوم تعلن اعتزالها رسميا وارتداءها الحجاب بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب. خايب، احساس خايب بزاف. حسيتي بالزلزال؟ اقسم بالله لم ذاك النهار وانا كنفكر، قسما بالله لم ذاك النهار وانا كنفكر زعما باش نلتزم، ولكن انا كنفكر في حاجه وعندي حاجه اخرى تبعاني. ما يمكنش. كانت سواري بخيبي ماشي ملا، كانت حفله هكا خاصه، حفله خاصه بحال الكالا ماشي، كانوا عيالات ولكن كانوا معاهم ولادهم، ماشي رجال، ماشي حنا بالضروره مساوي، كانوا عائلات، جلسه عائليه. ديتي كتشطحي، جا الزلزال، كيفاش شنو درتي؟ انا البروبليم ما عرفتش الزلزال نسحبني في البلاصه اللي فيها كتريب، هادشي اللي حسيت، حيت ما عمرني عشت الانهيار ديال داك المبنى اللي كنت فيه. ما عمرني عشت الزلزال. الناس كي داروا الشيء اللي انا اللي ما ماتش بالزلزال غيكون مات بالخلعه ولا بالدفيع ولا هادشي اللي كاين، حيت الناس ما عندهمش. واخر تدوينه نشرتها الراقصه المراكشيه المعتزله شاكيرا كانت بخصوص زلزال المغرب، حيث كتبت: عافاكم هاد الحوايج اللي غي مليوحين، راه الناس كاينين في المدينة وأحياء شعبية ودواور آخرين عايشين الفقر بلا زلزال، ما كيلقاوهمش، عطيو الناس على قد الحاجة ديالهم وما فيها باس شي لاخر يستافدوا منه الناس اللي محتاجاه أكثر، تقدر تكون في مدينتك، حومتك، دربك، جارك، وحتى الدواور آخرين، ربي ما كيبغيش الضايع، راه ناس آخرين أولى بهذا الشيء اللي ضايع. مبادرة زوينة داروها المغاربة، ما كرهتش تكون ديما أو لا مرة في العام، والله ما يبقى شي حد مخصوص. وبعد ارتدائها الحجاب كانت هناك تعاليق إيجابية، من بينها: والله ما عرفتها حتى شفت الاسم، ما شاء الله شحال زوينة بالحجاب، يا ربي تهدينا جميعا والله يثبتها. تعليق آخر: الله يثبتك أختي، الله يهدينا، يا ربي الله يكمل عليك بالخير، تقربي غير لله وما يهمكش بني آدم، ما شاء الله جيتي فينا. شاكيرا كان واحد التعليقات كتقول بفران ما بفران، لا بطبيعة الحال كنعرفوا أن الصباغة ما كدوزش لوضو، وهاد الدفران هادو شنو تبغي تقولي تجاوبي؟ هادو دفاري ما منسقاهمش فاطمة الزهراء، هادو دفاري ما منسقاهمش وما نديرش الصباغة أنا، إيغو ندير بحال فيتامين ديال الضفار بحال تريتمون. اييه والله يهدي ما خلق، قلت لك غيبقاو كريتيكي، والله يهدي ما خلق. شوفي دايره الضفار، والله ما دفار، والله ما منسقام ضفاري، دايره الضفار ما دايرهش الضفار. المهم درت شي حاجه زوينه في حياتي كنحس بها مزيانه، وما شي حد ما كيتساني شي حاجه، وما شغل حتى شي واحد فيا، وشكرا. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك.